معاه رواية ساق المامبو، دي من أجمل الروايات اللي ممكن الواحد يقراها يعني. بس وأنا بقلب لفتت نظري جملة مهمة، وهي الجملة دي، ثانية واحدة: تسلط البعض لا يمكن حدوثه إلا عن طريق جبن الآخرين. انت اللي بتخلي اللي قدامك ده يتسلط عليك، طالما انت جبان ومش قادر تقف قدامه بتخليه هو يتحكم فيك. فحاجة مهمة جدا انك تقول لأ، وانك ما توافقش، ما ترضاش بأي حاجة انت شايف بتتعرض لظلم، خلاص انت ارفض ده.